طيب انا هعرض لك صوره ماشي، هسالك عليها سؤال. تمام يلا بينا. تقر وتعترف انك اتخدعت في ترند عمل النظافه او هو استغل الترند غلط؟ انا اتعاملت مع الموقف بحسن نيه، انا عارفه ده، انا ماليش دعوه باللي حصل بعد كده، ايه ده مش موضوعي. انا اتعاملت مع موقف ان حد اتهان على الملأ فحبيت اجيب كرامته على الملأ، ما بعد ذلك مش موضوعي. يعني مش ما كلمتوش تاني؟ ما تواصلش هو معاك تاني؟ ما خلاص ما هو ما فيش موضوع بقى خلاص. ما اتصلش بيك؟ لا ما اتصلش بيا، انا معوش رقمي اصلا. انا بتكلم في فكره ان انا حد اتهان على الملأ فانا صعب عليا الموضوع فقررت ان انا اجيب حقه على الملأ. انا متعود كده يعني، هو اللي يضرب في الشارع يجيب حقه في الشارع، ما جابش حقه في البيت يعني. ما بعد ذلك انا مش موضوعي بقى هو استغل ولا ما استغلش. انت اتصرفت باصلك وهو استغل الترند بطريقته الغلط. خلي بالك انا لا اندم على شيء انا عملته، انا عمري ما بندم، انا عمري ما بندم على حاجه، لان انا بفكر كويس قبل ما باخد القرار وبفكر كويس قبل ما اتكلم فانا ما بندمش على حاجه.